الاقتصاد الاجتماعي التضامني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة التعادل والتعادلية. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. الاقتصاد الاجتماعي التضامني دعامة أساسية لتحسين وضعيات الفئات الهشة وضمان انخراطها في الدورة الاقتصادية وإنعاش الحياة الاجتماعية. فهل لدى الحكومة خطة محددة الأهداف والآليات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني؟ جواب السيدة الوزيرة. شكراً سيد رئيس. سيدة والسادة النواب المحترمون، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنده دور مهم في إحداث مناصب شغل جديدة وخلق الثروات وتنظيم القطاع الغير مهيكل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المجالية. وهذا القطاع عرف تطور مهم في بلادنا وبلغ عدد التعاونيات أكثر من 47 ألف تعاونية وعدد المتعاونين حوالي 650 ألف متعاون ومتعاونة. وترتكي استراتيجية الوزارة في هذا القطاع على ثلاثة محاور أساسية، هي أولاً توفير التمويلات المناسبة. كنقوم بمواكبة التعاونيات للحصول على القروض بتنسيق مع المؤسسات البنكية المعنية، ووضعنا بوابة خاصة لاستقبال التعاونيات الراغبة في الاستفادة من خدمات التمويل انطلاقا. ثانياً مواكبة ودعم الفاعلين في القطاع. كنواكب التعاونيات في التسويق الإلكتروني وبمجموعة من المحلات التجارية الكبرى، وكنواصلوا تنفيذ برنامج مرافقة بشراكة مع مؤسسات المجمع الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس متعددات التخصصات ببنغرير، وكننظموا جوائز تحفيزية بشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتمويل مشاريع النساء والشباب، جائزة للا المتعاونة وجائزة الجيل المتضامن وجائزة موازرة. وثالثاً تكوين الموارد البشرية وتأهيلها. وفرنا التكوين عن بعد للتعاونيات واستفادت منها أزيد من 4000 تعاونية وأزيد من 16600 مشارك ب 600 حصة تكوين. شكراً. شكراً سيدة الوزيرة. تعقيب السيدة النائبة. سيدة الوزيرة، نعتبر في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الاقتصاد التضامني ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، وأن إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد الاجتماعي التضامني وجعله دعامة أساسية للتنمية البشرية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية رهين بتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي وتحديثها وتوسيع مجالات تدخلاتها ودعم مختلف مؤسساتها من تعاونيات وجمعيات ومقاولات اجتماعية، والنهوض بها من أجل تنمية روح التعاون والقطع مع المنظور الكلاسيكي للاقتصاد الاجتماعي الذي لا زالت تسيطر عليه الأنشطة المعيشية ذات القيمة المضافة الضعيفة وإنتاجية منخفضة، وتحويله إلى قطاع اقتصادي قائم الذات يتميز بالدينامية التي تقتضيها متطلبات الأنشطة الاقتصادية القائمة على الابتكار وخلق فرص الشغل، يصبح معها مساهما رائدا في الارتقاء التنموي بمختلف مناطق المملكة، بما يقتضي ذلك من إصدار قانون إطار ملائم يضع المبادئ التوجيهية لهذا القطاع في إطار مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد المنظور المشترك لهذه المنظومة ودورها الجديد في التنمية، ووضع آليات للتتبع والمواكبة والتمويل بهدف تعزيز هذا النسيج الاقتصادي من خلال بروز جيل جديد من الفاعلين المبتكرين في مختلف المجالات المرتبطة به، وتمكين الفئات الهشة من مدخول شهري يحفظ كرامتهم انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة حفظه الله وتوجهات النموذج التنموي الجديد. شكرا سيدة النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن أظن بأنه ما بقاش الوقت للسيدة الوزيرة.